إسرائيل المحطة الثانية لجولة شرق أوسطية استهلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار المساعي الأمريكية الحثيثة للدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن ضمن مقترح إسرائيلي كشف خطوطه العريضة الرئيس الأمريكي جو بايدن أواخر الشهر الماضي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الوزير أنتوني بلينكن والرئيس المصري ناقشا أيضا أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودي وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني. الوزير بلينكن شدد بعد مباحثاته في القاهرة على ضرورة أن تضغط دول المنطقة على حركة حماس للموافقة على هذا المقترح الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية تدعمه. إن رسالتي إلى الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة وإلى الشعوب في مختلف أنحاء المنطقة هي إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على حماس لتقول نعم، وإذا كنتم تريدون تخفيف المعاناة الرهيبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة فاضغطوا على حماس لتقول نعم، وإذا كنتم تريدون إعادة كل الرهائن إلى ديارهم فاضغطوا على حماس لتقول نعم، وإذا كنتم تريدون وضع الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء على مسار السلام والأمن الدائمين فاضغطوا على حماس لتقول نعم، وإذا كنتم تريدون منع انتشار هذا الصراع فاضغطوا على حماس لتقول نعم. وفي إسرائيل يلتقي وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وتخيم على الزيارة استقالة الوزير الإسرائيلي بني جانس من حكومة الحرب المصغرة، ما يعني انسحاب القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط من الائتلاف الحاكم الذي يهيمن عليه الآن أقصى اليمين الإسرائيلي. وتسعى جولة بلينكن وفق وزارة الخارجية الأمريكية إلى منع توسع الحرب في غزة في خضم تصعيد في وتيرة الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، وإشارة الجانبين إلى استعدادهما لتوسيع نطاق المواجهة. وضمن هذه الجولة يتوجه بلينكن إلى الأردن وقطر قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الأربعاء المقبل. جولة بلينكن تأتي في سياق مساعي مكثفة لواشنطن لإيقاف الحرب في غزة من خلال مقترح وقف إطلاق النار الذي تسعى واشنطن إلى الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي له. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك جونزبرغ، ومن تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي والمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية إيلون لائل. كما ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام والباحث في الشؤون الفلسطينية أشرف أبو الهول. أهلا بكم جميعا على هواء الحرة. أبدأ ربما من واشنطن. سي جونزبرغ، ربما هذه هي الجولة الثامنة لبلينكين منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ما الجديد الذي يحمله بلينكين في هذه الجولة؟ أخشى أنه لا يوجد شيء جديد. أخشى أن هناك فجوة بين الدبلوماسية والحقيقة على الأرض. الحقيقة على الأرض هي أنه لا يوجد في إسرائيل أو حكومة في إسرائيل تدعم الخطة. سيد جانس ومجلس الحرب ربما كانوا ورقة التين، لأن السيد نتنياهو نفسه لم يدعم الخطة والتغيرات المقترحة عليها. ثانيا، هناك منظمة إرهابية اسمها حماس تعارض الخطة، لأن الخطة تتطلب منها أن توافق على وقف لإطلاق النار حسب الشروط التي يصر الإسرائيليون والأمريكيون عليها، وقف إطلاق نار مؤقت مقابل الرهائن. وكل التعليقات من مصر وقطر التي تزعم بأن هناك ضغوط أو طلب من أمريكا للضغط على حماس، ربما هذا له تأثير على قيادة حماس في قطر، ولكن ليس القيادة داخل غزة والسنوار ومقاتليه الإرهابيين المستمرين في الصمود. هناك إذن فجوة مبنية على ما يجري حاليا في غزة.
ابقى معي وأتحول إلى القاهرة. وسيد أبلهول أرحب بك من جديد. يعني بدأت هذه الزيارة من بلينكين في القاهرة، طلب فيها بلينكين أيضا ربما الأطراف الوسطاء القاهرة والدوحة بالضغط على حماس من أجل إنفاذ هذا الاتفاق. ما هي ربما القدرات الموجودة أو الأوراق الموجودة لدى الوسطاء على رأسهم القاهرة لتنفيذ هذه النقطة؟ يعني بالتأكيد السيد بلينكين والإدارة الأمريكية ككل تضغط على الوسطاء دون أن تقدم بديل، دون أن تقدم خطة ملموسة لإدارة غزة بعد الحرب يمكن أن يقبل بها الوسطاء وتقبل بها الأطراف الفلسطينية، وبالتالي تتم مناقشة هذه الخطة البديلة مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية. حتى الآن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في اليوم التالي. نفترض أن الحرب توقفت، ونفترض حتى أن الوسطاء أقنعوا حماس بالتخلي عن السلاح وخروج قادتها من غزة. من الذي سيدير القطاع؟ للأسف الشديد إسرائيل تستبعد تماما السلطة الفلسطينية ولا يوجد بديل فلسطيني آخر. القوى الإقليمية ترفض التدخل في هذا المستنقع الصعب جدا. الأنور والجهة الوحيدة التي كانت تستطيع أن يعني تقدم المساعدات لغزة لأن لديها مخازن ولديها أسطول من الشاحنات ولديها أعداد كبيرة من الموظفين، إسرائيل تستبعدها تماما. إذن كل الخطة الأمريكية والخطة الإسرائيلية مبنية على الهواء، لا توجد لها أسس. هذا أولا. ثانيا، مصر ربما يعني تستخدم علاقتها مع غزة ومع حماس لمحاولة إقناعها، ولكن إقناعها بماذا؟ من الذي سيتسلم السلطة من حماس إذا سلمت سلاحها؟ هل ستسلم سلاحها للإسرائيليين أم ستسلم سلاحها لطرف إقليمي أم ستسلمه للسلطة الفلسطينية؟ لا يوجد أي وضوح في أي شيء. المبادرة التي أعلنها الرئيس بايدن ذكر فيها شيء، قالت إسرائيل أن هذا لم يتم الاتفاق عليه وأن هناك اتفاق بين أمريكا وإسرائيل على أن يعني ينتهي حكم حماس في القطاع. بايدن لم يعلن ذلك، وحتى الآن لا نعرف ما هي الفحوى الحقيقية لهذه المبادرة. الأمريكي ربما جاء هذه المرة أو السيد بلينكين ليطلب من مصر التساهل في مسألة إعادة تشغيل معبر رفح دون أن يطلب من إسرائيل نفس الشيء. يعني على الأقل كان يمكن يعني أن يتم الموافقة على أن تعود السلطة لإدارة المعبر، والسلطة هي صاحبة يعني الأمر في إدارة المعبر طبقا لاتفاق المعابر لعام 2005. السلطة هي التي يعني لها علاقة مع إسرائيل من خلال أوسلو ومن خلال التنسيق ومن خلال اتفاق باريس. إذن يبدو أنه لا توجد مواقف أمريكية مدروسة بشكل صحيح. كما قال ضيفك من واشنطن، يعني هناك فارق كبير بين ما يدور على الأرض في غزة وبين ما يدور في كواليس السياسة طيب الأمريكية. ابقى معي سيد أبو الهول، ودعني أتحول إلى تل أبيب وضيفي. أرحب بك من جديد سيد لائل. ربما أود أن أتحدث عما خرج من القاهرة لدى لقاء السيد بلينكين هناك، لكني أود أن أسأل تحديدا عما حدث بالأمس في أعقاب استقالة غانس وأيزنكوت. إلى أي مدى ستشكل هذه الاستقالات ربما عقبة في طريق بلينكين؟ من الصعب أن نفهم ما يفعله الوزير بلينكين في إسرائيل هذا المساء. فهناك حكومة لا يمكن أن تتحرك، وإلى الأمس كان هناك إمكانية لبعض الحراك. نتنياهو وشركاؤه في التحالف الذين كانوا يدعمون ما يسمى بخطة إسرائيل، بلينكين جاء إلى القدس للحديث مع الحكومة وهو لا يدعم خطته ولا يمكن أن يتحرك. الحكومة لها رأي واحد وهي أن علينا أن نستمر في الحرب
إلى أن نتخلص من حماس. لا يوجد رأيين في التحالف، ويبدو أن هذا غريب في هذا الوقت، ولكن أستطيع أن أرى موضوعين ربما سيناقشهما هنا وتم نقاشهما بالفعل. واحد، مصر، شيء قادم من مصر، ومصر قلقة جدا فيما يتعلق بما يجري في رفح. نحن نتعمق أكثر وأكثر عسكريا في رفح، ونسيطر على الجانب الغزي من الحدود المصرية، وهناك المزيد من المشاكل الإنسانية. الفلسطينيون لا يستطيعون الهرب إلى مصر، ومصر لن تستطيع العناية بهم. إذن بلينكين ما يفعله هنا ربما تحذير إسرائيل أنها لا يجب أن تضغط أكثر وأكثر في رفح، وإلا فإنها تخاطر بخسارة مصر. ربما هذا ما نوقش، ولكن لا أعرف ما إذا كان الطرفين يقدران على فعل المزيد وأن يكون هناك أمن. الأمريكيون قدموا مشروع قرار، وأعتقد أن الروس ربما سيستخدمون حق الفيتو. طيب سيد جينزبرغ، مرة أخرى أعود إليك، لعلك استمعت إلى ما قاله ضيفي من القاهرة، وهو ربما تباين حول وجود الرؤية لليوم التالي حول حكم غزة من ناحية، بالإضافة إلى ما يقوله ضيفي من تل أبيب، وهو ربما أن معظم أعضاء الحكومة ربما يفضلون انتهاء هذه الحرب. كيف تتسق هذه المواقف مع التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن أن هذه هي الخطة التي كانت حماس قد تحدثت عنها قبل نحو الشهر من ناحية، وعن أن هذا هو المقترح الإسرائيلي لكنه أعلن على لسان الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا موقف فيه مقترح بايدن والذي يزعم بأنها الخطة الإسرائيلية. أنا متردد أن أقول هذا، ولكن ما هو ضروري هنا ليس زيارة واحدة أو زيارة أخرى من جانب سوليفان أو بلينكين، وإنما يجب أن تكون هناك دبلوماسية على نمط دبلوماسية كيسنجر، بمعنى يجب أن تكون هناك موافقة إقليمية بدلا من ابتياع الوقت. كما قال زميلي، إسرائيل أو رئيس الوزراء نتنياهو غير قادر على تبني واحتضان هذا الاتفاق لأنه يخشى خسارة التحالف. هذا كل ما يعنيه ابتياع الوقت والاستمرار في الحرب وتجنب انهيار تحالفه. الوزير بلينكين في إسرائيل، ما الذي يفعله في هذا الموقف؟ وبدلا عن ذلك، مصر التي تتفاوض مع حماس لا تجعل حماس توافق على مقترح بايدن. إذن هناك موقف فيه وزير الخارجية ينخرط فيما أسميه أنا بالدبلوماسية السياسية. الخطة بحد ذاتها منطقية بالنسبة للأطراف. بالحديث عن الوساطة، بالحديث عن الوساطة، أنت تقول أن مصر ربما لم تضغط بما يكفي. أعود هنا إلى ما قاله ضيفي من القاهرة، هل قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدائل لعدم حكم حماس، بدائل لخطة اليوم التالي؟ هل تم اتفاق على سيناريو بديل؟ أنا آسف، لا أعرف، لأنه في النهاية ما يفعله المصريون أو لا يفعلونه لن يؤثر على السنوار وفلول حماس في غزة. هم يقولون إنهم صمدوا في وجه الهجمات الإسرائيلية لثماني أشهر، ولا أرى كيف يمكن للمصريين أن يرغموا حماس على تسليم سلاحها. سيد لئيل، أذهب إليك مرة أخرى وأنت في تل أبيب. هذه الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، هذه الاستقالة لغانس وأيزنكوت أيضا، إلى أي مدى ربما يمكن أن ترى فيها الولايات المتحدة طاولة لتحالف جديد؟
أعتقد أن ما يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام هذا المساء هو ألا تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار. هذا سيكون مفاجأة، ولكن هذا يعطينا شيئاً نعمل به. لو خلال ساعة التصويت كان بدون أي فيتو وأصبح مشروع القرار قراراً لمجلس الأمن، فهذا يحث الطرفين على إنهاء الحرب. إذا حدث هذا، فإن بايدن يستطيع أن يتحدث بجدية مع نتنياهو ويقول له: إذا لم تحترم قرار مجلس الأمن هذا، وافترضنا أنه تم اعتماده، فإننا سنعمل ضد دعوتك لإلقاء كلمة في الكونغرس. هذا مهم جدا بالنسبة لنتنياهو، وهذه حكومة يمينية ذات تحالف ضيق ورئيس وزراء يعتمد كلية على الأمريكيين ويريد أن يضغط عليهم. هذا يبدو جنونيا، هذا يبدو وكأنها هدية كبيرة لنتنياهو. وشيء غريب أن الأمريكيين سيعطونه مثل هذه الهدية في هذا الوقت. سيد أبو الهول، بالحديث عن معبر رفح أنت تحدثت عنه قبل دقائق، يعني هل من تطورات حيال هذا الموقف من الجانب المصري بعد هذا اللقاء مع بلينكين؟ هل توضع ربما معبر رفح وعملية إدخال المساعدات لمرة أخرى في طاولة جديدة هذه المرة من أجل اتفاقات أخرى؟ يعني أولا دعيني أتفق مع ضيفك من واشنطن في أن مصر لا تستطيع أن تجبر السنوار على قبول الخطة أو أي خطة، والسبب في عدم استطاعة مصر أن تفعل ذلك هو الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية منذ بداية هذه الأزمة لم يكن لها موقف قوي، لم تدعو كما قال ضيفك لمؤتمر إقليمي ويفرض فيه حل على الجميع، وإلا من لا ينفذ سيعاقب. وكما أنها يعني حاولت أن تركز على الدور القطري والوساطة القطرية وأضعفت الدور المصري، القطريون للأسف الشديد وجودهم أدى إلى تعقيد المفاوضات، وكانوا سبب رئيسي للوصول إلى ما وصلنا إليه الآن. لماذا؟ القطري يقول أنه يضغط على المسؤولين السياسيين في حماس، لكن القطري في نفس الوقت يروج لكل ما يقوم به الجناح العسكري، ويصور إطلاق قذائف الهاون البدائية وغيره على أنه انتصارات كبيرة، وبالتالي جعل سيد أبو الهول دعنا فقط في هذه النقطة نفصل ما بين أي وسائل إعلامية من أي نوع، ما بين ما يصدر عن الخارجية القطرية. نتحدث هنا عن الجهود الدبلوماسية المعلنة. لا، أنا لا أبصي الجهود الدبلوماسية المعلنة لا قيمة لها لسبب بسيط. يعني قطر حتى أسبوع أو 10 أيام كانت تؤكد أنه رد حماس موجود، وحماس قدمت رد، إلى أن خرج الأمريكيون وقالوا هذا لم يحدث، وبالتالي اكتشفنا أنه بالفعل لم يحدث. هم حاولوا أن يعني يلعبوا على كل الأوراق، فصعدوا من دور الجناح العسكري وقواته وقدراته. طيب ابقى معي سيد أشرف، وأعود وأؤكد أن هذا التصريح الذي تتحدث عنه جاء عبر وسائل الإعلام أيضا، ولم يتم التيقن منه ربما عبر وسائل الإعلام أو عبر الوسائل الطبيعية أو عبر الخارجية القطرية. وسأذهب هذه المرة لضيفي سيد ألون لائيل، أنت معي مباشرة من تل أبيب. ربما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، ربما آخرها كان منذ دقائق، أن الكرة الآن في ملعب حماس للوصول إلى هدنة وإلى اتفاق لوقف النار وإلى انتهاء ربما للأعمال العدائية يؤسس لوقف دائم لإطلاق النار. ولكن ماذا عن تيار أقصى اليمين في الحكومة الإسرائيلية داعي لاستمرار الحرب؟ إلى أي مدى تنجح الجهود ربما صادرة عن الوسطاء والولايات المتحدة في حلحلة هذه النقطة وفي التوصل إلى تحالف؟ هذان الوزيران لن يؤكدا على أي قرار إسرائيلي لإنهاء الحرب، وهم يرون حماس
أو يريدون القضاء على حماس. أنا لا أرى أي إمكانية للحكومة الإسرائيلية أن تقبل مشروع أو مسودة مشروع القرار الذي قدم اليوم، ويقولون دعونا نتبادل الأسرى ثم نرى اليوم التالي ومستقبل هذه المنطقة. هذان الوزيران لا يريدان الحديث مع الفلسطينيين، ولا يريدان السلام، ولا مناقشة اليوم التالي. هذا هو السبب في رأيي أن بلينكين يضيع وقته هنا. والشيء الوحيد الذي يمكن أن ينجح هو لو كان شيء سيء، أو لو حدث شيء سيء، مثلا مصر تسحب السفير، نتنياهو سيأتي إلى الوزيرين ويقول لهما إذا رفضتما الصفقة الأمريكية وقرار مجلس الأمن فلن تكون لنا علاقة مع أي دولة في الشرق الأوسط، هل تريدان ذلك؟ ويلقي المسؤولية عليهما. أعتقد أنهما لا يخشيان أي شيء ولن يتعاون معه. طيب سيد جينزبرغ، في الولايات المتحدة، أنت معي من واشنطن مرة أخرى، هل من أوراق إضافية تلجأ إليها الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ يعني هناك صعوبات تواجه الوسطاء مصر والدوحة في إقناع حماس، هناك أيضا صعوبات في الوصول إلى رأي يتوافق مع وقف إطلاق النار في الداخل الإسرائيلي، هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوراق أخرى؟ لا أعتقد ذلك. خطة بايدن قدمت في إطار جهد صغير من جانب الولايات المتحدة لإيقاف تسليم القنابل زنة 2000 رطل، وكان هناك احتجاج من قبل أصدقاء إسرائيل الذين طلبوا استعادة أو عودة تسليم هذه القنابل. في النهاية نتنياهو قرر أن بإمكانه الوقوف في وجه بايدن والإفلات من أي عقاب. هو يريد الاحتفاظ بحكومته وعدم القبول بالخطة، وفي النهاية الإدارة يمكن أن تغير المعادلة، إما عن طريق معجزة حماس تقرر تسليم سلاحها أو إلقاء سلاحها وإطلاق سراح الرهائن، أو ثانياً نتنياهو يقرر من أجل سلامة إسرائيل سأدعم خطة بايدن وإلى الجحيم بحكومتي، سأحل حكومتي وأدعو الانتخابات ربما بعد 6 أشهر. الآن هل أصلي من أجل هذا؟ نعم. هل أنا واقعي؟ نعم. هل هذه الاحتمالات ستحدث؟ لا. شكرا لك ضيفي، كنت معي مباشرة من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق مار جينزبرغ. شكرا كذلك الموصول لضيفي من تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي والمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية لون لآل، كذلك من القاهرة شكرا ضيفي أشرف أبو الهول الباحث في الشؤون الفلسطينية ومدير تحرير صحيفة الأهرام.